على الصعيد الاجتماعي الآن خرج آلاف المواطنين من بلدية وادي الطاقة والبلديات المجاورة لها في مسيرة شعبية رفضا لمشروع لإنتاج الإسمنت على تراب بلديتهم، والتقرير أعده سعيد حريقة. في مسيرة شعبية حاشدة ببلدية وادي الطاقة بولاية بتنا، وبمشاركة وفود من عدة بلديات لولايات مجاورة وجمعيات ناشطة في مجالات مختلفة، رفع المحتجون مطلبا واحدا، وهو رفض إنشاء مصنع للإسمنت على تراب بلدية وادي الطاقة، وأرجع والسبب إلى الأضرار البالغة المتوقعة على البيئة الفلاحية والسياحية للمنطقة عند شروع المصنع في عملية الإنتاج. نحن لسنا بضد الاستثمار، نحن ضد الاستدمار. وانتهت المسيرة الشعبية بعقد مجلس أعيان عقلاء إغزر ثاقة اجتماعا تقييميا فوض من خلاله رئيس مجلس الأعيان التصريح باسمهم. جميع سكان بلدية واد الطقة والبلديات المجاورة الحضور متاعهم اليوم كتابيا، يعني داروا لنا رسالة مطبوعة الجمعية من البلديات ضد هذا المصنع اللي راه يدمر الحياة. احنا نرحبوا بأي استثمار في محل المنطقة متاعنا، احنا المنطقة فلاحية رعوية، يعني هذا المصنع راه يدمر الحياة تماما. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة الحاشدة تعد والثانية من نوعها في ظرف أقل من شهرين. معي عبر الهاتف مراسلنا من باتنا سعيد حريقة، مرحبا بك. مساء الخير ومساء الخير للجميع. شكرا. طيب، هذا الحركة الاحتجاجية هل أتت أكلها؟ هل فيه يعني ردود فعل من قبل المصالح المعنية؟ هو للتذكير فقط مثل ما قلت في التقرير أن هذه الحركة الاحتجاجية هي يعني الثانية من نوعها من حيث هذا الحجم في ظرف أقل من شهرين. ردود الفعل طبعا كانت منذ أيام، لكن الشيء الذي الملاحظ هو بقاء الأمور مثل ما هي عليه. صاحب المشروع مثل ما تحدثتم معه منذ قليل يؤكد أنه يمتلك جميع الوثائق القانونية، يمتلك كل ما يثبت بأن هذا المصنع لا يؤثر على البيئة، لكن على الطرف الآخر المواطنون متخوفون كثيرا من هذا المصنع. مثل ما تحدثت معهم يوم أمس في المسيرة التي قاموا بها، الكل يقول نحن لسنا ضد أي استثمار مفيد للمنطقة، ولكنهم يرفضون هذا النوع من المصانع التي يقولون أنها ستدمر بيئتهم، ستدمر بلديتهم الفلاحية بالدرجة الأولى، ويعطون المثال على ما يحدث على طول الطريق الرابط بين عين التوتة وباتنا على مسافة أكثر من 15 كيلومتر، كلها مسافة، كلها يعني مناطق غابية تحولت إلى بور بسبب تلك المحاجر المنتشرة على اليمين وعلى الشمال، رغم أن يعني هذا المصنع هو يختلف نوعا ما عن المحاجر، ولكن كلها تصب في مجال واحد وهو إنتاج وربما صنع غبار سوف يؤثر على البيئة وعلى أيضا الإنسان، هكذا يقول طبعا المحتجين. طيب، هل فيه نية من طرف ربما المواطنين أو ساكنة المنطقة للتراجع عن هذا المطلب لتكون هناك يعني أرضية للتفاهم، لأنه إذا تمسك كل طرف برأيه فهذا يعني قد يوقعنا في مشكل آخر؟ وأنت تقول يعني أنه صاحب المشروع ومن الواضح أنه متمسك بالمشروع لأنه يقول بأن كل الوثائق وكل الظروف مهيئة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. سؤالك طبعا يجرني إلى التأكيد على أن الوضع حاليا يعني محتقن جدا نظرا لتمسك كل طرف برأيه، لأن المحتجين يعني غابت الثقة بينهم وبين أصحاب المشروع، رغم أن يعني مثل ما قلت والتصريح أرسلته لكم لست أدري إن وصل أم لا لصاحب المشروع أو للمتحدث باسم المشروع، يؤكد أنه يمتلك جميع الوثائق التي تقول بأن هذا المصنع لن يؤثر على البيئة. الطرف الآخر وهم المحتجون والمواطنون يؤكدون بأن هذا المصنع سيدمر البيئة. لا توجد أي بادرة لحد الآن يعني حل الإشكال، احتقان تام للوضع في بلدية وادي الطاقة. لا نعلم تماما ماذا سيحدث يعني في الساعات أو الأيام القادمة، فقط هناك ربما مساعي لحوار بين الطرفين، قد
قد تؤجل المشروع، لكن لست أدري إن كان هناك سيكون هناك إلغاء أو تحويل، لأن صاحب المشروع منذ قليل كنت معه يقول بأنني على كل سعيد وصلنا التصريح، وصلنا التصريح وسنبثه فور الانتهاء من المكالمة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت شكرا. معي عبر الهاتف. مباشرة نستمع إلى تصريح السيد بوزيد جلال مسير الشركة المكلفة بإنجاز المصنع، مصنع الإسمنت بعين التوتة ولاية باتنا، بأن المخطط أو قال بأن المخطط مخطط المشروع لم يكن اعتباطيا بل جاء وفق مخطط مسبق، بالإضافة إلى أن المصنع يقول بأنه لا يشكل أي خطر. التصريح طبعا رصده سعيد حريقة. المنطقة هذه ما جاتش هكذاك عبثا، الاختيار هذا تم بناء على دراسة تكلفت بها مكتب دراسات أجنبي ومكتب وطني، هما اللي اختاروا هذه المنطقة هذه، وعلى بالهم باللي التأثير البيئي ما كانش. يا أخي احنا مستعدين، تفضلوا روحوا لهم الديار، إذا كان هذه الأعيان هذو يستقبلونا في ديارهم ونروحوا لديارهم ونعطيو لهم توضيحات ونعطيوهم الضمانات الكاملة باللي هذا المشروع هذا راهو غبار 0%. يعني نقول لك 0%، ماهوش 1%، 0%. حسب الدراسة وحسب، لأنه هذه المشاريع هذه كانت تقنيات قديمة. لما يهز لي أنا مشروع اللي تبنى في السبعينات ويقول لي عنده تأثير، اليوم رانا في 2016، كاين هذا المشروع نتاعنا أنه يبعد على السكان، على أقرب نقطة نتاع السكان أفول دوازو 2 كيلومتر و400، والقانون يقول كيلومتر و600، هنا 2 و400 هذه أقرب تجمع السكان.